احلى مريا بالعالم. ايش دي صار من الصبح هنا؟ يا الله شنو هالظلم هذا؟ يعني احنا مجبورين كل يوم الصبح نقعد على صوت هذا الجحش؟ انت شلون تحكي لبابا هيك بيبي؟ ها لا تحكي لك سنان الصغير، امشي على البالكون واطلعي برا خل اشوفك. ها نزلي شعرك حبيبتي، اميرك دا ينتظرك، نزلي على اميرك حبيبتي انتي. ها شنو لك؟ كتابة. يعني انت ايش تشوفي؟ لازم انت ما شايفة كتابة ابد. الكتابة هي ظهرت ما قبل الميلاد من قبل السومريين، وهي وسيلة للتواصل. هذا المفروض انت تعرفيه، لان انت ولادتك من زمن السومريين، انت اصلا همين قديمة مثلهم. الله ياخذك سنان وتقشمر علينا هماتين. لك انت بلا يا خجل باوع سنان، شنو احنا ما راح نتخلص منه؟ كافي عادم تشلب بياختنا دعوفنا. لا تخليني اجيب لك تشلب من هاي الكلاب زينه واخليه مرعطك. سنان شنو هاي اللي قاعد حمله منك اني؟ ها ما عجبتك حنونه؟ اني قلت لهم عبروا عن مشاعري عن طريق الكتابه، بس اذا ما عجبتك يا حنونه راح اسوي طريقه اخرى. سامحيني حنونتي حبيبتي. ها شلوني؟ بابا بس غلط كاتبي. دسكت لك جحش. انا بيا حال انا بدي اصالح امك وانت تقول لي غلط بالاملاء. هسه وقتها حنونه، هسه تسامحيني لو لا؟ لا 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 عداني الا احرق نفسي والا اموت روحي. شوف ايش راح اسوي. بابا راح يحرق نفسي اسوي شيء. سنان اوقف لا تسويها، عافيه لا تحرق نفسك. بلي حنونه الا احرق نفسي، لان العيشه بدونك اصلا بالنسبه لي موت، فكان ما اعيش بدونك. انا ميت ميت، احرق نفسي واخلص. لك ايش دا تسوي؟ ها ايش دا اسوي؟ دا اطش بنزين على راسي. بابا انت ضيعت عقلك، صرت غبي، لا تسوي هيك. اروح فدوى لعيونك. لا تسويها لا تسويها. لازم اني احترق ولازم انتي هم تحترقين. اذا احنا ما احترقنا شلون يتصالحون العشاق؟ ها حنونتي سنان ايش دا تسوي؟ اوف سنان انت ايش دا تسوي؟ عافيه لا تحرق نفسك. هاي ايش تسوي عمه؟ شنو هاي؟ ها اشو ماكو ريحه بالبنزين بنتي. اني مو قلت لك هذا واحد قشمار ليش دا يذب على نفسه؟ ما يكذاب هذا. اني مو قلت لك لا تصدقين بيه هذا كذاب. اوف منك سنان. والله حنونتي اني ناوي كنت احرق نفسي، بس اذا ابو البنزين مخلي ماي بالبنزين ونصب علي اني شو اسوي؟ يعني شعلي يا اني حنونتي. لا تزعل حبيبي، جبت لك احسن بنزين تشوف. عمه هاي شنو؟ هاي تسوين؟ هاي شنو تشيل هيجي؟ عمه يا معودة عمتي من تروح على جهنم لا تنسى هاي اللحظة. ها لا تسوين هالشكل عمه يا معودة، أنا رح أموت، رح أحترق عمتي بخبلة. هاي سويتي؟ ها 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 بابا انهزم. سنان أنا رح أحترق. يما سويتي هاي سويتي؟ آه الله يلعنك عمه، الله ياخذك عمتي.